أعزائي المشاهدين مساء الخير، بنحيي حضراتكم ولقاء يتجدد من برنامج هنا مسبيرو في الجزء الثاني إن شاء الله. تتقون مع زميلي شريف فؤاد، هيكون في ضيافته الأستاذ الكاتب الصحفي محمود الشناوي ومدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وحوار حول أهم ما جاء من نقاط في كلمة فخامة الرئيس عبد السيسي خلال الندوة التثقيفية 31 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد. أما أنا فعندي موضوع مهم الحقيقة عايزين نتكلم فيه، هو حوار هيكون شامل عام عن المجلس القومي للمرأة والدور اللي بيقوم بيه، ولكن الأولوية اللي هنفتح بيها إن شاء الله حوارنا حول مبادرة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، والتي أطلقها وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر وسفارة السويد. للحديث حول هذا الموضوع بيسعدنا أن نستضيف الأستاذة الدكتورة ملاك جمعة، أستاذ الإعلام وعضو المجلس القومي للمرأة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فندم. طبعا احنا عارفين مجهودات المجلس القومي للمرأة، لكن خلينا نبدأ بهذه المبادرة في التعاون مع جهات من خارج مصر. اتفضل. هو مبدئيا بس بما ان حضرتك نوهت يعني يوم الشهيد، فانا هستاذن حضرتك نقدم تحيه اعزاز وتقدير للام المصريه بشكل عام، والام الشهيد طبعا اللي لولاهم ما كنا هنا دلوقتي فعلا. طبعًا بجد يعني طبعا طبعا الحقيقه دي مبادره يعني اكثر من رائعه، بنشوفها بتسعى لتمكين المراه سياسيا واقتصاديا، بتسعى لتمكين المراه من خلال كمان بتساعدنا في 20 في خطه التمكين الاقتصادي في 2020. عندنا كمان مبادره الاتحاد، كانت الحقيقه ما بين الاتحاد الاوروبي، ممثله في سفير الاتحاد الاوروبي في مصر، ممثله في سفير دوله السويد في مصر، اطلقوا المبادره كمان لتمكين المراه اقتصاديا وسياسيا من خلال دعم مادي طبعا ما فيش شك. الحقيقه ده بيمثل ايه بالنسبه لنا؟ بيمثل بالنسبه لنا ان في اراده سياسيه قويه في الداخل والخارج، يعني كون ان مصر دلوقتي على المستوى الدولي بتمثل تواصل قوي دوليا، ده بينعكس على العلاقات الدوليه بينها وبين الدول. صحيح. زي ما احنا دايما بنقول ان السياسه الداخليه امتداد، او السياسه الخارجيه امتداد للسياسه الداخليه. فكون ان احنا بيبقى عندنا تمكين للمراه واهتمام بالمراه ودورها وتوعيه للمراه المصريه، ده بينعكس على اهتمام الدول كمان ودعمها للمراه، وكمان ده هنقول ان احنا هيخلينا نسعى ان يكون في تنميه للمراه. يعني احنا شايفين التنميه الاقتصاديه، لا يمكن ابدا يكون في تنميه اقتصاديه واحنا معطلين قدر كبير جدا جدا من الكوادر النسائيه في الدوله. فمؤكد لازم يكون في شركاء للوطن. شركاء للوطن ده مش هيجي الا من خلال عمل المراه بشكل عام. انا المبادره دي الهدف منها ايه؟ الهدف منها ان انا هيكون عندي مشروعات اقتصاديه للمراه عشان تمكن المراه اقتصاديا، هيكون عندي دورات توعويه وبالنسبه للمراه عشان تقدر تشارك في العمل السياسي. فبالتالي انا لما اقدر امكن المراه اقتصاديا في الحاله دي هتسهم عندي في التنميه، هيبقى في مساهمه في التنميه. يمكن احنا لو شفنا احنا عندنا الدول المتقدمه المراه العامله فيها بتمثل نسبه 10%، انا عندي في مصر المراه بتمثل نسبه 30% في الدول الناشئه بشكل عام او الدول الناميه. دليل ان احنا عندنا بنلاقي المراه بتشتغل في شتى المجالات. يعني حضرتك لما بتشوفي الاسره المعيله بتلاقي الام هي اللي بتحمل البيت وبتحمل الاسره، فبتلاقيها في الريف بتشتغل سواء في الاعمال الزراعيه، سواء مثلا في المدينه بتشتغل في كل المجالات المختلفه بشكل عام، مشروعات، بتشتغل في القطاع الخاص، بتشتغل في القطاع الحكومي. فمؤكد المراه في الحاله دي هي شريك في التنميه، ما نقدرش ابدا ان احنا نجهل الدور ده. لما بيكون عندي كمان من خلال المعاهدات الدوليه والاقي زي الاتحاد الاوروبي بيدعم النهارده ان يقدم دعم مادي ودعم معنوي كبير جدا جدا للسيدات في مصر، فمؤكد احنا كده ماشيين على خطى صحيحه. مؤكد ان احنا كمان المراه يعني على المستوى الدولي بقى ليها شكل ورونق قد ايه اكبر الدول كمان بره او الدول الخارجيه انها تحترم المراه المصريه ومكانتها. صحيح. بذكر التمكين الاقتصادي، وكله طبعا كلها حلقات متصلة بعضها ببعض، كانت اقتصادية سياسية اجتماعية، كلها حلقات متصلة بعضها البعض. التمكين الاقتصادي عشان يأخذ الاتحاد الأوروبي والسويد هذه الزمام هذه المبادرة مع المجلس القومي للمرأة، أكيد في دور قايم به المجلس القومي للمرأة من وثائق ودراسات للأوضاع في كل المحافظات عشان أقدر أعمم
هذا او هذه المبادره. ممكن اعرف تفاصيل ان احنا كنا جاهزين للمبادره دي ازاي؟ خليني الاول اقول لحضرتك بس المبادره ليست من خلال مجلس قومي للمرأة فقط، المبادره من خلال وزاره التخطيط، من خلال وزاره السياحه، من يعني خلال اكتر من جهه، اكتر من جهه الحقيقه كانت هي قائمه بالمبادره. المجلس قومي للمرأة كان مشارك مع هذه الجهات، وطبعا حضرتك تابعتي ان حتى كمان كان عندنا فنانات وكان عندنا يعني اكتر من شخصيه عامه كانت حاضره للمبادره لمدى اهميتها. المجلس القومي للمرأة طبعا كان مستعد جدا، لان المجلس بيعمل على تأهيل السيدات وكافه الكوادر النسائيه على مدار سنوات ماضيه من اول نشأة المجلس القومي للمرأة الى هذه اللحظه. بيعمل من خلال مقرات، يعني المجلس القومي يعني لم يكن فقط المجلس القومي للمرأة هو المنوط بتقديم الدراسات عن وضع المرأة في مصر، وانما وزارات طبعا اخرى في وزارات اخرى شريكه مع المجلس القومي للمرأة. لكن الميزه بس عن المجلس القومي للمرأة ان هو بيشتغل على ارض الواقع. ايوه تمام. يعني انا ده انا قصدته، ده حقيقي. إن انا الوزارات الثانيه تشترك ولكن عندما يكون هناك تخطيط وضع استراتيجيه لتمكين المرأة، انما كصوره حقيقيه زي تنفيذيه المجلس القومي للمرأة. بالظبط. أيوة. ده حقيقي. ده حقيقي. انا كده فاهمه صح؟ لا صح. لا صح جدا طبعا حضرتك، صح جدا. لانه فعلا احنا عندنا وزاره التخطيط بتبقى منوطه انها تضع استراتيجيه لتمكين المرأة من خلال التنفيذ. بالظبط كده. المجلس القومي للمرأة منوط منه ويعمل دورات تدريبيه وتأهيليه. يعني احنا شفنا مثلا على المستوى الاجتماعي كان في عندنا مبادره اسمها مع اللي نبقى، اللي هو ادرب فتيات مقبلين على الزواج، وادرب شباب مقبل على الزواج، وادرب كمان اسر لسه بتبتدي حياتهم متزوجين من عام او اكثر. لان انت حضرتك شايفه قد ايه دلوقتي معدل ارتفاع الطلاق بقى عالي جدا. ده بيهم واخذ في الازدياد، يعني مش بس كتير مستمر في الازدياد. كمان بيهتم كمان بيهتم معانا بالتمكين السياسي للمراه، فبيعد المراه من خلال الكوادر النسائيه اللي موجوده في كافه المحافظات انها تقدر ازاي تشتغل على الوضع السياسي في مصر. وده كمان هنقدر نقول من خلال كمان البرلمان، عندنا عدد كبير جدا من النائبات في البرلمان. والحقيقه كان المجلس دي يعني الاسبقيه في ان يعد برنامج قوي جدا لتاهيل النائبات في بدايه البرلمان الماضي 2015 حتى هذه اللحظه، وبيشاركوا معنا الحقيقه النائبات حتى هذه اللحظه معنا في مجلس قومي للمراه. بالاضافه ان كمان مشروعات القوانين اللي بتقدم في المجلس القومي للمراه، المجلس القومي للمراه بيبقى منوط بدراسه هذه المشروعات، منوط بابداء الراي في هذه المشروعات. كل ده الحقيقه بيقوم بيه المجلس القومي للمرأة. عندنا كمان دور وهو الاهم، التدريب. المجلس القومي للمرأة بيعد السيدات في كافه المجالات، بيدرب في كافه المجالات. بيدرب في ايه بقى؟ اقتصاديا وسياسيا. يعني انا على المستوى الاقتصادي بيجيب السيدات وبيشتغل سواء على الحرف اليدويه، سواء على يعني الصناعات المختلفه الصغيره ومتناهيه الصغر، وبيساعد كمان من خلال البنوك وتعاون مع بنوك عديده ان يقدر يساهم كمان في تقديم القروض البسيطه. يعني ياخذ بيد المتدربه ويسهل لها اجراءات اخذ القروض و ده حقيقي. سددها من خلال التدريب والمتابعه. ده حقيقي. ده حقيقي. كمان بيفتح لها سوق عمل. يعني انا دربت سيده ووفرت لها الجانب المادي من خلال البنوك الشريكه معانا في مبادره المجلس القومي للمراه، لكن ده مش بس كفايه، لاني بدرب. طب وبعدين؟ ما انا احيانا السيدات بتنتج لكن ما بتلاقيش سوق عمل عشان تقدر تسوي فيه المنتج بتاعها. المجلس القومي للمراه بيوفر معارض كبيره جدا جدا عشان تقدر المراه تسوق كل المنتج اللي هي بتشتغل عليه، او عدد كبير من السيدات في كل المحافظات بشكل مختلف. غير كده كمان انه الحقيقه على المستوى ده، على المستوى الاقتصادي يعني. على المستوى السياسي بيدرب سيدات بقى كيفيه التعامل في البرلمان، ازاي تقدري تكوني قائده، ازاي تقدري تكوني عندك فكر راقي في التعامل مع المشكلات او القضايا الهامه في الدوله. ازاي ما تكونيش انا ممكن اكون معارض ولكن ليس هدام. يعني انا ممكن اعترض على فكره معينه واناقشها وابدي فيها راي، لكن ما ينفعش ان انا اعارض الدوله او اعارض اتجاه الدوله او الافكار اللي موجوده النهارده، زي ما حضرتك شفتي في احداث الاخيره وحرب الشائعات وغيره. طبعا ده دور المجلس القومي للمراه في ان هو يحارب التوعية. حرب الشائعات والتوعيه بالنسبه بالظبط كده. البرامج التوعويه اللي بيقوم بيها المجلس القومي للمراه. كمان عندنا طبعا يعني كان في كمان اشتغلنا الحقيقه في المجلس القومي للمرأة على اعداد السيدات في المحليات. طبعا حضرتك عارفه ان احنا عندنا نسبه 25% في البرلمان و25% في المحليات. ده في البرلمان القادم من خلال التعديل الدستوري الماضي. دي طبعا بتحتاج كوادر نسائيه مدربه، لان هيبقى نسبه المشاركه النسائيه اعلى من نسبه المراه في الوضع الحالي في البرلمان. فكل ده محتاج مننا اعداد جيد للسيدات، وده اللي بيقوم بيه المجلس القومي للمراه. عمل لهم اعداد جيد فعلا، وعمل برامج توعويه بالنسبه للمراه بشكل قوي.
في كافه المحافظات، يعني حتى عايزه اقول لحضرتك في الصعيد، في الشرقيه، في وجه بحري، في كل المحافظات قدر ينزل من خلال المقرات الموجوده للمجلس القومي للمراه في كل محافظه، اللي بنقدر ناكد من خلالها على اهميه دور المراه، وبيشارك الحقيقه كتير جدا من المجتمع المدني ومن الوزارات، وطبعا مؤسسات الدوله بتساهم كتير جدا في كل في كافه ازاله كافه المعوقات اللي بنواجهها في الشارعين. عشان ننفذ كل هذا المجهود الرائع الحقيقه وتحقيق اهدافه من تمكين سياسي واقتصادي، حضرتك ذكرتي ان هذا المجهود على مستوى كافه المحافظات من خلال الفروع المجلس، يعني تحقيق. ازاي بيتم جذب النساء للاستجابه للتدريب والتعاون مع حضراتكم؟ احنا عارفين ان كل محافظه وكل منطقه وحتى خاصة. هنا في القاهره ليها طبيعه خاصه يعني القاهره الكبرى ده حقيقي. تعلمي ان في ناس اذا كان هم بيبقوا متخرجين يقول لك مش هشتغل وايه وخارجين اكبر الجامعات تعرفي طبعا ان من فتره كده كان احنا ناقشنا قبل كده فكره الرده انها مش عايزه تشتغل، ده صحيح. يعني كل اللي كافح فيه كل رائدات المراه من اجل المساواه هي بتيجي كده في لحظه تقول لك لا انا مش عايزه اشتغل، فما بال حضرتك ببعض المحافظات اللي ليهم ثقافتهم الخاصه بيهم المجتمعيه، عايزه اعرف ازاي بيتم جذبهم. خليني اقول لحضرتك فعلا اتفق مع حضرتك تماما في الفتره الاخيره، لكن مش بالشكل كامل، يعني مش بشكل كبير. يمكن في البعض بس من السيدات او الفتيات يعني اكتر محافظات اللي بقت اقبالا بتميل لده، ده حقيقي. لكن انا عايزه اقول لحضرتك وهتتفاجئي معانا لما اقول ان بالعكس محافظات الصعيد ومحافظات يعني الريف الاكثر مثلا زي الشرقيه وغيرها والدقهليه والقليوبيه بالعكس مشاركين بشكل قوي جدا جدا في البرامج التوعويه دي، مشاركين في فكره ان هم يبقى في تنميه اقتصاديه. بنغير ثقافتهم ازاي؟ من خلال عده اتجاهات. اولا احنا عندنا السوشيال ميديا وبنشتغل عليها كويس قوي. طبعا. عندنا طبعا الاعلام ودور حضراتكم فيه بشكل قوي جدا جدا، زي برامج زي كده حضرتك بتوعي دلوقتي قد ايه اهميه مشاركه المراه السياسيه والاقتصاديه. وده الحقيقه يعني بنثني على دور التلفزيون المصري الحقيقه بشكل قوي جدا في هذه البرامج. عندنا كمان من خلال احنا بقى بنعمل ندوات وبننزل وبنوعي، عندنا بنعمل عدد مثلا بنعمل بروشور وبنوزعه للفتيات في الجامعات وفي حلو قوي. بالظبط بنقدر ننوه عن المبادرات اللي احنا بنقوم بيها. يعني حضراتكم ممكن كمان مش بس بتتوجهوا للمحافظات وانما ايضا للجامعات، يعني ممكن حد يتحرك طبعاً. ليها ولا الجامعات بتعملوا يعني اتفاقيات بينكم وبين الجامعات هم يجوا لكم المجلس، بيتم التواصل بينكم وبين الشباب ازاي؟ الحقيقه بيتم من خلال المحافظات، يعني طبعا الجهات التنفيذيه مثلا من خلال السيد المحافظ بيبقى موجود في كل محافظه، من خلال رؤساء الجامعات متعاونين جدا مع المجلس القومي للمرأه، من خلال وكلاء الوزارات في كل جهه حكوميه في المحافظات بنتعاون من خلال مقرره المجلس في كل محافظه بتتوجه للسيد مثلا وكيل وزاره جهه معينه. احنا عايزين نعمل توعيه دلوقتي مثلا للقضيه السكانيه بتتجه مثلا وكيل وزاره الصحه، دي طبعا حضرتك عارفه دي قضيه يعني من اصعب والله القضايا اللي بنواجهها حاليا الحقيقه. اللي انا بقول دايما يعني بنوه وبقول فعلا دي قضيه لا تقل ابدا عن قضايا الارهاب اللي موجوده هي دلوقتي اصل كل لو بصينا لها ممكن نلاقيها هي اصل كل المشاكل اللي ممكن الشعب المصري يكون بيمر بيها، ده حقيقي. الانفجار السكاني ده حقيقي طبعا، نسبه عاليه جدا والاستمرار على انجاب 4 أطفال في 7 سنين مثلا، ده حقيقي، وقابلين للزياده، ده صحيح. كمان يعني ما احنا بنقول زياده يعني سكانيه لحياه لمن تنادي، يعني التهام لكل تنميه اقتصاديه، يعني عدم وعي وعدم ادراك لكيفيه تربيه الابناء. وبنواجه زي ما احنا بنشوف الاستقطابات اللي موجوده للشباب في الفتره دي وفي السن الصغير من 19 ل 29 سنه مثلا، في المرحله دي بنشوف قد ايه بيتم استقطاب للشباب وتغيير افكارهم وتغيير هويتهم وطمس الهويه الوطنيه المصريه الجميله اللي عاش عليها الشباب وتربى عليها. كل الكلام ده طبعا انشغال الام والاب، كل ما يبقى عندي عدد ابناء اكثر كل ما بيبقى فيه انشغال من الام والاب عشان اقدر اوفر ليهم احتياجاتهم، فطبعا في الحاله دي كمان بننشغل عن الابناء. لا وفي جيل برضه زي حضرتك عفوا عن المقاطعه بيبقى طالع هو خلاص يعني بدا يعاني نتيجه هذه الاشكاليه، فبيكون هو نفسه عنده اشكاليه الثقافه والوعي وبينجب جيل جديد وهو اللي بيربيه. ده صحيح. اذا نعود لاختيارنا ازاي احنا في كل محافظه، قلنا كل محافظه ليها طبيعتها، تحدثنا عن تمكين سياسي وتمكين اقتصادي. إذا من أي سن أنا ببتدي أتعامل ولا أي سن ومستوى دراسي؟ هل أنا مثلا بدي التمكين السياسي لخريجات الجامعة أو طالبات الجامعة اللي قربوا يتخرجوا، وأدي التمكين الاقتصادي كتدريب وعلى المشاريع الصغيرة لأي حد عنده ملكة ما ويعني
لان انا ساعات اقول المراه المصريه وقت تنفيذ خريطه الطريق بدايه من خروجها في 30 يونيو لتنفيذ خريطه الطريق كانت وسائل الاعلام العالميه بتشيد بمشاركتها طبعا بدور المراه ومشاركتها طبعا فده وعي سياسي طبعاً. بقى ايه ما حصلش انا فاهمه من حضرتك ان عشان نوضح للساده المشاهدين ان فكره التمكين السياسي مش ان احنا نوعها ايه عندها فطره وبتعرف تدافع عن وطنها انما كي تستطيع ان تمارس دور في السياسه زي ما اشرت للبرلمان صحيح. للمجلس المحلي فتكون هي قادره على اداء افضل سياسيا ومشاركه سياسيه في هذه المجالات فعايز اعرف من سن كام الدراسه الخريجات ايه كده يعني تمام احنا عندنا المجلس القومي للامومه والطفوله معني في السن ما قبل ال 18 عام المجلس القومي للمراه معني سن ما بعد ال 18 عام بالنسبه للفتيات الامر ليس قاصر على المراه المتعلمه او الغير متعلمه او الفتاه في السن الصغير او السن الكبير التاهيل السياسي للمراه شامل من سن 18 سنه الى ما لا نهايه يعني حتى السياسي الى ما لا فقط الاقتصاد السياسي والاقتصادي الى ما لا نهايه ما عنديش مشكله بغض النظر هي حاصله على ايه دراسيا عندها 60 سنه 70 سنه عند اي مكان هي كادر نسائي قوي يستطيع ان يعطي للوطن احنا معاها ما عندناش يعني مشكله احنا عندنا قيادات كبيره جدا في السن وفي العمر وجايين وبيشاركوا وعايزين يعرفوا وعايزين يشاركوا انها تفكر تدخل مثلا محليات او بتفكر تدخل برلمان او حتى بتفكر انها تثقف نفسها سياسيا وحابه تشارك وحابه تيجي كشخصيه عامه بيبقوا موجودين معانا ده على المستوى السياسي ما عندناش مشكله طب ابدا طب الاقبال اكتر على ايه يعني في التدريب بتجدي كل الفئات اللي احنا ذكرناها الاقبال على التدريب على المشاركه السياسيه اكتر ولا على الاقتصادي والتمكين الاقتصادي ومساعدتهم في القروض والكلام بالنسبه للمراه في السن الكبير والغير متعلمات الاقتصادي اكتر لان الاقتصادي احنا بندور على احتياجاتها بقى هي بيهمها ايه في المقام الاول عشان اقدر بس اتكلم بشكل منطقي وخاصه في الريف اذا كانت المراه عندها احتياجات اقتصاديه ملحه فلا يمكن ان انها يعني تنصاغ لاي حديث سياسي المراه السيده الغير متعلمه ليه عشان انا برضو لازم اخاطب احتياجاتها يعني انا لازم ادربها الاول لازم اعلمها لازم اوفر لها فرصه عمل ونبدا نتكلم معاها بمدى ثقافتها لكن بتكتشفي بقى حضرتك ان المراه الريفيه اللي كمان بنقول بسيطه وعندها اشطر مننا أشطر 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 عندها ولاء وحب للبلد بشكل غير عادي لما بيكون البلد على المحك في أي وضع سياسي زي اللي بنبقى نشوفه أو في خطر بتلاقي المرأة الغير متعلمة نفسها في الميادين بتسابق المرأة المتعلمة عندها فكر الحقيقة وبالفطرة بالفطرة حبها للبلد بالفطرة وحبها وخوفها على أبنائها وبتشعر إن البيت الصغير ده هو اللي بيحتضنها اللي هو ممثل في البيت الكبير مصر فالحقيقة بتبهرنا المرأة في الريف يعني بشكل عام او في مصر بشكل عام هي فولوذيه بالظبط كده هي فولوذيه والله ارادتها غير عاديه ده حقيقي ده حقيقي لكن خلينا نقول بقى الفتيات طبعا والسن اللي هو المبكر شويه عن قبل لو ابتدينا مع قبل التخرج يبقى حلو قوي احنا من سن 18 سنه طبعا ده بيبقى يعني بيعتبر سن ثانويه عامه يعني فبتبقى كده ده كمان لا بيبقوا مشاركين بشكل قوي جدا سواء على المستوى الاقتصادي عايزه تتدرب واحنا بنشتغل الحقيقه كمان على مجموعه من الطلبه في الجامعات ان البنت تشارك معانا وتعرف لان احنا حابين الفتره الاخيره نعمل ربط الاحتياج المناهج الدراسيه باحتياجات سوق العمل فالبنت كمان لما تبقى مثلا زي خريجي اقتصاد وعلوم زي مثلا اقتصاد وعلوم سياسيه بتبقى فاهمه عايز تطلع تشتغل في ايه في بنوك في غيرها في شركات بتتدرب كمان زي مثلا عندنا اقتصاد منزلي بتطلع عايز تشتغل على المشروعات الصغيره والحرف اليدويه في مثلا عندنا خريجي الاعلام تبقى فاهمه يعني اصلا انت لاقيه نفسك في ايه فاحنا كمان بنقدر نخلق من جواها هي رغبتها ايه هي اللي مش قادره توصل ليه في نفسها من خلال عدم خبرتها لسه في العمل او غيره احنا كمان بنركز معاها على ده ان احنا يعني نخرج من جواها الموهبه الموهبه ده مهم جدا في دورنا معاه لكن انا باكد لحضرتك طبعا ان بشكل عام على الوضع الاقتصادي وعلى الوضع السياسي المراه المصريه في المقدمه وهي اللي بتبادر وما بتصدق تلاقي حد زي ما احنا بنقول كده ما بتصدق تلاقي حد يمد ايدي ليها ويقول لها تعالي اتعلمي او تعالي اعرفي يعني. بما ان احنا بنتكلم في تضافر جهود مستمر بين المجلس القومي للمراه والوزارات حضرتك اشرتي برضو لدور المجلس القومي للطفوله والامومه وان كنتوا بتبتدوا من 18 هل بتتابعوا اداء المجلس القومي للطفوله والامومه لان هم بيطلعوا لكم ال 18 اللي قبل ما تيجي 18 يعني فهل بيكون المجلس القومي بدا للطفوله والامومه بدا شيء
من اللي احنا بنتكلم فيه قبل ما يكون 18؟ هي ليست متابعه لان كل جهه بتبقى مختصه بذاتها، لكن هو في ربط ما بين الجهتين وتعاون مشترك ما بين الجهتين لاخراج افضل النماذج الممكنه على الساحه المصريه. انا بسال ده لان احنا اتكلمنا لما قدمنا المقدمه عن مبادره تمكين المراه والمساواه بين الجنسين، ده حقيقي. فاحنا لسه ما اتكلمناش بقى، اتكلمنا عن التمكين الاقتصادي والسياسي وازاي هو في كل المحافظات، انما المساواه بين الجنسين انا عايزه حضرتك تلقي لي الضوء عليها، لان في جدل كتير واسع جدا ان المراه في العقود الماضيه كانت تقفز للامام قفزات قويه و و و وبقت تنافس، مش بقى يعني ايه، وتطلع طبعا حضرتك تعرفي الطرفه ده، احنا عايزين نبقى زي الستات، يعني حضرتك تعلمي ان الرجاله في لحظه قال لك احنا عايزين نبقى زيهم، احنا عايزين مجلس كامل للرجاله بما في مجلس كامل للسيدات. سمعتيها كتير طبعا، وبيقولوها بقى كتير، ده حقيقي. ليه؟ ده لان هي ثابته فعلا وجودها وعماله كل شويه، وبعدين احنا عندنا قياده سياسيه دلوقتي متمثله في السيد الرئيس من 26 تدعم يوم بيقولها من فضلك انزلي المراه وعامل المراه طبعا، يعني وكمان عامل المراه اللي اطلق على عام المراه للمراه المصريه كان 2017 صح؟ ده حقيقي. وفي كل يوم كل يوم عندنا كمان السيد الرئيس بيؤكد وبيثمن على دور المراه بشكل قوي جدا، ويوصي الرجال عليها، ويوصي الرجال طبعا عليها. وغير كده انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، لا احنا يمكن في العقود الماضيه المراه يعني تقدمت واعتلت اعلى المناصب، لكن في طفره لم تحدث من قبل، ان يبقى عندنا 6 وزيرات موجودين، يبقى عندنا محافظ، ان يبقى عندنا لا مستشار الامن القومي طبعا السفيره فايزه ابو النجا، ان يبقى عندنا لم تكن وزيره عاديه على فكره، طبعا طبعا، يعني لما يبقى عندنا محافظ زي محافظه في دمياط، لما يبقى عندنا قاضيات، لما لا يعني احنا في طفره النهارده في التمكين السياسي والاقتصادي للمراه وفي المناصب وفي الاماء وفي المناصب ايه؟ مناصب الهامه، يعني الوزارات اللي هي بتعتبر الوزارات المفصليه في الدوله، تليق بمصر الجديده بعد 30 يونيو. دي حقيقه. بس خلينا نقول تاني ان انا بقى احيي الرجل المصري، لان الرجل المصري هو اللي دايما بيبقى دافع قوي جدا للمراه المصريه، وهو الشريك مع المراه المصريه. وان لم يكن هناك رجل مؤمن بقضيه المراه المصريه، وهناك سيده مؤمنه بقد ايه دورها واهميه دورها في المجتمع المصري واهميه دورها كامراه عظيمه لابد ان تعطي لنفسها الحق ان تاخذ حقها في المجتمع بشكل قوي حتى تستطيع ان ينعكس على ابنائها وعلى المجتمع بشكل قوي، لا يمكن ان تتحقق التنميه في مصر. انا باؤكد على كلام حضرتك، اي مثال ناجح لامراه مصريه دائما ما تؤكد اما على دور الزوج او الاب. صحيح. يعني كبدايات صحيح والله. استاذه دكتوره ملاك جمعه، استاذ الاعلام وعضو المجلس القومي للمراه، شرفتينا، بشكر حضرتك. واعزائي المشاهدين، بشكر حضراتكم. والاستوديو الان بيجهز لاستقبال زميلي شريف فؤاد، هيكون في ضيافته الاستاذ الكاتب الصحفي محمود الشناوي مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط، وحوار حول اهم ما جاء من نقاط في كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوه التثقيفيه 31 للقوات المسلحه بمناسبه يوم الشهيد. فعلا في طفرة في موضوع ان احنا نقدر ازاي الشباب كلهم ينتموا للوطن، هي في محاولة جادة من الدولة ومن الوزارات المعنية كلها ان احنا نقدم صورة مبسطة لكل شيء بيتعمل في البلد علشان يبقى في صلة مرتبطة ما بين ما يحدث في البلد والشباب. الحقيقه كان ليا تجربه في الخارج، وخدت الدكتوراه بتاعتي من الخارج من انجلترا، يعني عشت بره فتره كبيره جدا، وعشت في مصر بقيت حياتي كلها. حقيقي حقيقي مصر ما فيش زيها والله، حقيقي مش بقول كده كلام يعني، لا دي حقيقه فعلا. مصر عظيمه جدا ولازم نحافظ عليها كويس قوي ونخلي بالنا منها كويس قوي، بالرغم من العداءات للاسف من دول مختلفه، لكن لازم نكون متمسكين بيها جدا، لان مش هنلاقي زي مصر مهما عملنا، مش هنلاقي زي مصر. كفايه المحافظه على الوطن بالطبع ده بيبدا من مرحله التعليم الاساسي، لانها بننمي روح الوطن
او روح الانتماء للشباب في مرحله الصغر، في مرحله التعليم الاساسي ومرحله المرحله الجامعيه، ازاي ان الاسره كمان انها تنمي روح ان الانسان يطلع او الطفل من هو صغير يطلع عنده انتماء لوطنه وعنده انتماء بالطبع للاسره الصغيره بتاعته، وبعد كده لما يكبر يبقى عنده انتماء للوطن بتاعه، ازاي ان هو يحافظ عليه، ازاي ان هو ما يتاثرش باي حاجه خارجيه تاثر عليه سواء جايه من بره، لان بالطبع احنا شفنا في الفتره الاخيره بدات يعني هجوم او اشاعات جايه من بره بتاثر على الاطفال، وطبعا الطفل وهو صغير بيعتمد على النت، ده بيؤدي ان هو بياخد بعض المعلومات يعني غير صحيحه من بعض الجهات الخارجيه، بالطبع ده مهم للاسره، للمدرس في المدرسه، للدكتور في الجامعه. هو الانتماء للوطن بيكون في عدة صور، يعني احنا طبيعي كمصريين بنتولد وعندنا انتماء للوطن، ومن واحنا صغيرين اهالينا بيربونا على انه لازم نحترم الجيش المصري، نحترم عاداتنا وتقاليدنا. في سلوكيات طبعا اتغيرت في الشارع المصري خلال الفترة اللي فاتت، ونقول انه الثقافة بقى في تغيير في المفهوم الثقافي عند بعض الشباب، يعني معرفش ده سببه، والثقافة الإعلامية بقت تبث لهم حاجات مختلفة مع عاداتنا وتقاليدنا. مصر الكبيرة كلما حققت إنجازا ومضت إلى استقرار ونهضة ازدادت الهجمة التي تستهدف يعني تقويض مقدراتها وإحباط الهمم وتثبيت العزائم كما نقول. برحب بحضراتكم في مستهل الجزء الثاني من حلقة اليوم في ختام الأسبوع هنا مسبيرو، وأسعد بصحبة ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ محمود الشرقاوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، لنتحدث عن كثير من الأحداث الجارية في هذا اليوم. برحب بك أستاذ محمود، أهلا وسهلا وبشكرك على تلبية الدعوة. سنوات عصيبة مرت فيها مصر بسيولة، بتجاذبات، بغياب للدولة من 2011 ربما إلى 2013 أو 2014، ثم استعادت مصر الكبيرة مكانتها وقدرتها وهيبتها، وده الحقيقة يبدو أنه تسبب في غضب بعض أعضاء هذا الوطن فازدادوا هجوما عليها. عايز بداية أقول لحضرتك أو أسألك عن حجم هذه الحرب أو الهجمة الشرسة التي تستهدف الدولة المصرية، شايفها ازاي؟ هي الحقيقة بلا حجم، هي يعني تتجاوز كل ما يمكن أن تصوره من أحجام. كلما زاد استقرار مصر وتباعدت خطواتها في طريق البناء كلما زادت تلك الهجمات، لأنه ليس المطلوب أبدا أن تنهض مصر، ليس المطلوب أبدا أن تستقر مصر، ليس المطلوب أبدا أن تكون هناك مؤسسات حاكمة لمصر لها قوانين ولها ثوابت. المفروض أن تستمر حالة السيولة، ليست فوضى كاملة ولكن حالة السيولة تختفي فيها كل المقومات، ولا يكون فيها أي ضابط أو رابط، ولا يكون هناك مشروع واضح المعالم للتقدم والتطور. ما جرى أن القيادة التي تولت زمام الأمور بعد كل هذه الحالة من الفوضى، لسوء حظ الأعداء ولحسن حظنا، أن لديها مشروع واضح للدولة المصرية. هذه هي الكارثة الكبيرة. صحيح. أن هناك مشروع واضح المعالم لبناء دولة حقيقية، دولة مؤسسات، يعني في قيادة وطنية مخلصة زي ما ذكرت، وقيادة تدرك مكامن القوة وتدرك مكامن الضعف، ولها آليات ثابتة ومحددة تسير في طريق واضح ومحدد. هذه هي الكارثة. أما إذا كانت هناك قيادة تتولى الأمور بلا مشروع، أتصور أن الهجمات كانت ستقل كثير. طيب ماذا عن الشعب المصري اسمحوا؟ يعني الحقيقة أن السيد الرئيس دائم الإشادة به لأسباب كثيرة، منها على الأقل تحمله تبعات الإصلاح الاقتصادي، وهي كانت إجراءات مؤلمة تحملها الشعب المصري في شجاعة، لكن الأهم هو وقوفه الحقيقة حائط صد ضد كل محاولات الغزو والانقسام وإثارة الفتنة ضمانا لاستقرار هذا الوطن. كيف ترى موقف هذا الشعب العظيم؟ شوف، هو يعني زي ما بنقول دايما، ما حدش يقدر على المصريين. الجميل في الأمر بقى إنه هذه القوة وجدت المكان الذي يتم تكريسها فيه. أولا، لا يوجد أي حائط صد لأي مؤامرة ضد أي دولة إلا شعبها. والشعب بكل مقوماته، سواء مراحله العمرية أو فئاته الوظيفية
أو طبقاته من المدنية إلى العسكرية. ومن حسن الحظ أننا لا فاصل بين كل هذه الفئات، لن تجد أبدا رغم يعني كل ما يعتري المشهد من سوءات ورغم كل الملاحظات على مسألة ضعف الانتماء أو كذا، ولكن المحك الأساسي عندما تحدث الكارثة أو المؤامرة وتحبك تشعر فورا أن الطفل الصغير الذي لا يعرف أصلا معنى كلمة وطن يقول مصر وتحيا مصر. حقيقة يعني ده مش كلام مجاملة للشعب المصري ولا كلام مجاملة للقيادة، إنما ده الحقيقي فعلا شعور. يبدو أن هذا يعني أنا من وجهة نظر الشخصية أن هذا موجود في الجينات وليست ربما تدعمه التربية ويكرسه الموقف، ولكن أتصور أن هذا الشعور الوطني جينات الشعب المصري أتصور أنها جينات تختلف كثيرا عن جينات شعوب أخرى. لذلك تجد أنه عندما تحدث أي هجمة على مصر وتصاب وتكون هناك حالة من الفزع، تجد أن الشعب بلا وعي العقل الجمعي صحيح يجعله واحد حتى دون أن يفكر في من هذا العدو وفي تفاصيل هذه المؤامرة. هو فقط يأخذ الهامش الأول من المؤامرة وتكون هناك حالة من عدم الاتزان، ولكن فورا سبحان الله دي الحقيقة مسألة. يعني أنا لفيت كتير وشفت شعوب كتير، أنا لم أجد طبيعة توازي هذه الطبيعة في الشعب المصري، هذه القوة التي تتشابك ليكون الكل في واحد صحيح. هذا هو ديدن الشعب المصري. لذلك أنا لا أخاف أبدا على هذا الشعب، لأن هذا الشعب هو ابن هذه الأرض وجينات هذا الشعب هي يبدو أنها أمور موصولة بالأرض وليست يعني تخضع طيب لتفسيرات علمية. سؤالي يعني كلام حضرتك أنه ستبقى مصر مستهدفة طالما بقيت قوة إقليمية كبرى تقف على قدميها وتسعى إلى إحداث نقلة، سنبقى في هذه المعضلة كثيرا يعني. إلى ما لا نهاية، وكلما زاد نجاحك كلما زادت الهجمات، وكلما زادت الهجمات أنا لا أخاف لماذا؟ لأنه كلما زادت الهجمات كلما زادت القوة، كلما زاد قوة حائط الصد. لذلك لا خشية أبدا على مصر، فقط يعني لا يجب أبدا أن نسمح لأن تنفصم ورانا، لا يجب أبدا أن نسمح بذلك. ربما تكون هناك بعض الإخفاقات، بعض التوترات، بعض الشعور بالملل من أمور ربما يعني نتوقعها، لأنه الحقيقة ما حدث. أنا هقول لك بقى الحدوتة مشت إزاي. أنت كان عندك شبه ضياع لما جه حد بحجم عبد الفتاح السيسي الرئيس الذي نحترمه ونجله جميعا، ارتفع سقف التوقعات إلى مدى غير مسبوق صحيح. لذلك الجميع يعتقد أن يعني أي حاجة، فينك يا سيسي؟ تمام. فالمساله هو المخلص لانه ببساطه بطل شعبي جاء على 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 اعناق المصريين. كلما يرتفع سقف التوقعات أو على اكتاف المصريين رغبه يعني في الاصلاح في الاصلاح وفي النجاح في التخليص مش بس في النجاح ان نتجاوز كل ما مررنا به من مآسي وكل ما مررنا به من اخفاقات. لذلك كلما ارتفع سقف التوقعات ايضا ربما ينخفض معها يعني لأنه تحديات كبيرة والقضايا الحقيقة طبعاً متعددة طبعاً. يكفي أن تنظر إلى وضع مصر في إقليم ملتهب يعيش فوق فوهة بركان، وأنت البلد الوحيد يعني الصامد إن صح التعبير في كل المحاور المحيطة بك. يعني أنا كما تعلم تخصصي هو الشؤون الخارجية وليس صحيح. الداخلية حقيقة صحيح. أنا كمراقب يعني لا تتخيل قدر إحساسي بالعظمة والثقة والاحترام لهذه القيادة وكل من يدور في فلكها من مؤسسات، كيف حافظت على هذا البلد من هذه المصائر التي نراها جميعا صحيح. وندعو طبعا لأشقائنا في المنطقة ولكل من ابتلي بمصيبة سواء عدو داخلي أو عدو خارجي أن يأخذ الله بيدهم ويرزقهم بقيادة مثل هذا الرجل، لأننا بالفعل كنا موضوعين على محك لن نفلت منه صحيح. أبدا. وصدقني كنت لتوها عائدا من العراق كمدير لمكتب الوكالة هناك لمدة 4 سنوات في نيران الظروف. نيران سنوات عدت نعم. عندما تعيش في هذه الظروف وتشعر أنك
ماض أنت وإخوتك وأنت وأهلك إلى نفس هذه الظروف، ثم بعد ذلك تفيق إلى أن هناك من أخذ بيدك من هذا المصير، تعرف كم الفضل الإلهي عليك عندما منحك هذه القيادة وعندما حافظ على استقرار هذه البلد. ولدينا جيش هكذا عظيم. يعني طبعاً طبعاً. طيب بصفتك متخصص أو شديد تخصص في الشأن الخارجي، كيف تثمن دور مصر الآن وعلاقتها الخارجية وهذا النشاط غير المسبوق للسيد الرئيس الحقيقة؟ مش بس رئاسة الاتحاد الإفريقي، ولكن الحقيقة زياراته المتكررة لعدد كبير من الدول، نظرة مصر إلى قيادتها وإلى يعني كونها بلد مهم ليس في الإقليم فقط ولكن على مستوى العالم، استعادت مصر هيبتها وريادتها إن صح التعبير، نجحنا يعني إلى دعني أؤكد لك أمر من واقع وقائع وليس مجرد يعني إعجاب أو حب لهذه القيادة. دعني أؤكد لك أن مصر أصبحت الرقم الأهم، وضع 100 خط تحت هذا العنوان، الرقم مصر أصبحت الرقم الأهم في كل معادلات المنطقة، وأصبحت الرقم المطلوب في كل معادلات العالم، على الصعيد الأمني، على الصعيد السياسي، على الصعيد أيضا الاقتصادي، رغم كل ما نعانيه من مشكلات. لا تستطيع بلد تعاني من كل هذه المؤامرات ومن كل هذه العداوات ومن كل هذه الأبواق المفتوحة ضدها، لا تستطيع أن تقفز بمعدل التنمية من 1% إلى ما يقرب من 6%. الحمد لله. وإن كان الشعب لا يشعر بالشكل الكافي بهذا المعدل من النمو، ولكن دعنا ننظر إلى الخارطة التي تجري من مشروعات، والخارطة التي تجري من نجاحات في مجالات كثيرة، والأمل المنشود فيها لتتأكد نجاح في عملية الإصلاح الاقتصادي ونجاح البرنامج وإشارة كل المؤسسات بيك، ثم تعافي الجنيه المصري الآن وارتفاع معدل النمو زي ما حضرتك تفضلت، كلها مؤشرات أن مصر على الطريق الصحيح. شوف أنا هقول لك على حاجات كده يمكن الناس بتاخدش بالها منها. مسألة أنك أنت الكهرباء عندك 24 ساعة، تمام؟ يا سلام. مسألة أنه المية النقية موجودة، مسألة الاهتمام بالصحة رغم بعض العورات في بعض المؤسسات الصحية، ولكن المشروعات الكبرى التي تنفذ 100 مليون، أنا واحد من الناس استفاد من مسألة حملة الفيروس سي وال100 مليون صحة وغيرها، وهناك الكثيرون الذين استفادوا، وهناك يعني ربما كان أحد الأصدقاء من خارج القاهرة، تعلم أننا من أقاليم خارج القاهرة، يقول كنت أتمنى أن يبقى، كان له أخ عنده الفيروس سي، يعني لا تتخيل على قدر حزني على أخي، على لأن أنا عشت مع المأساة، ما كانش لاقي العلاج رغم أنه هو كان عنده أرض 8 مليون جنيه باعها عشان يتعالج، إنما رغم كل هذه المأساة لأنني أشعر بفرح شديد أن غيره لن يتعرض لها. صحيح. شوف يا أخي الحاجات دي، لأنه إحنا المشكلة أنه الحياة العملية والحاجة الملموسة اليومية يمكن ما بناخدش بالنا منها، إنما أنت عد الحاجات دي كده هتلاقي إن إحنا حققنا نجاحات كبيرة عظيمة جدا. وهتلاقي إن إحنا يعني إن شاء الله يا سيدي إذا كان الجيوب يعني نص عمرانا دلوقتي إن شاء الله تتعمر في وقت قريب جدا. مصر قادرة إن شاء الله. طيب أستاذنا أستاذ محمود وحضراتكم نذيع هذا التقرير ونعود لاستكمال هذا الحوار المهم عن جملة من التحديات والقضايا التي تواجه المجتمع المصري وكيف استطاعت مصر العبور والمضي قدما إلى آفاق التنمية. ابقوا معنا. مؤتمر صراحة يعني فكرة حلوة جدا من الوزيرة نبيلة مكرم، بشكرها جدا على الموضوع ده لأن هي ادتنا الفرصة ان واحد زي يعني بقاله 41 سنة في كندا لأول مرة نيجي مؤتمر زي ده، نتعرف على بقية الوزارات بقية الوزراء، ونتعرف على الاوبورتيونيتيز او الفرص اللي هي موجوده في مصر للاستثمار، وقابلنا كمان السيد رئيس، دي حاجه جميله جدا. يعني نعمل على ايقاف حرق الغاز على الشعله او حرق الغاز الروتيني على الشعله. المؤتمر اظن انه ناجح، اظن انه نجحت معالي الوزيره انها بتعليمات سياده الرئيس طبعا انها تنادي المصريين اللي عندهم خبرة اللي عندهم استثمارات في الخارج، تناديهم لمصر تقول لهم تعالوا حاولوا تساعدوا البلد، البلد تقدر تستفيد منكم في ايه،
جينا وبنحضر المؤتمر وعملنا بعض الزيارات الميدانية لبعض الشركات وبعض المناطق الصناعية واللوجستية والمواني، وعلى أمل إن احنا نقدر نفيد بلدنا بحاجة. بشتغل في مجال توريد لمصر الأخشاب اللي هي المواد الخام اللي بيقوم عليها صناعة، سواء صناعة موبيليا أو إنشاءات وتعمير، فهي سلعة من السلع القليلة أول اللي بتيجي مصر، ونتمنى أن كمية استيرادنا ليها تتضاعف كمان وكمان. ده معناه تنمية، ده معناه أن في توسع في المشاريع الإنشائية، ودي احنا محتاجينها حوالين مصر كلها. مفيش إنشاء من غير أخشاب، مفيش مشاريع بنية تحتية من غير أخشاب، مفيش تصنيع موبيليا من غير أخشاب. فسلعة الواحد بيفتخر أنه بيصدرها لمصر، لأن هي بتعمل لها قيمة مضافة وبتفتح مجالات شغل وبتزود العائد للدولة. مرحب بحضراتكم مجددا. الحقيقه تقرير مهم من داخل الكواليس او متابعه الكواليس مؤتمر مصر تستطيع في نسخته الخامسه والمنعقد في القاهره او انعقد على مدى يومين بعنوان مصر تستطيع بالتنميه والاستثمار وعدد كبير من ابناء مصر المهاجرين في الخارج. وده موضوع مهم الحقيقه. يعني قبل ان نستكمل حوارنا اتوقف مع الاستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط بسؤال حوله واهميه استضافه هذه النخبه من أبناء مصر المهاجرين اللي بيعملوا في مجالات مختلفة في الاستثمار والصناعة والتنمية وخلافه في دول عدة، تجمعهم وجودهم في مصر وحثهم على الاستثمار وعرض الفرص الاستثمارية، إلى أي مدى ده ممكن يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري وللاستثمار والتنمية في مصر؟ كلنا يعلم دور المصريين في الخارج في الدول التي يقيمون بها، ومن زار دول العالم والتقى بالجاليات المصرية هناك سوف يجد أن الجالية المصرية من الجاليات التي تحظى بحب ورعاية كافة دول خلاصة في أوروبا وأمريكا. حقيقة الناس هناك مظهر مشرف لمصر عندما يتم دعوة هؤلاء، لأنه الحقيقة هي رغبة متبادلة. يعني أي مصري احنا بنقابله في أي دولة برة بيبقى نفسه، يعني أول حاجة عايز يرجع مصر، ودايما في حنين للبلد. يعني أي جنسية تانية أول ما بيروح بلد خلاص، لأنه لا يعني هذا الرابط بينه وبين بلده. أما المصريين دائما يحب العودة، وليس فقط إلى مصر، إلى قريته، ربما إلى مدينته الصغيرة التي نشأ فيها. صحيح. هذا أمر يعني ده جزء من الجينات برضو، زي جينات الانتماء، ده جزء من الجينات الوطنية، الحنين إلى الوطن، شعوره عالي جدا عند المصريين غير أي شعب تاني. فالحقيقة هي رغبة متبادلة. عندما تفكر الدولة وبشكل رسمي على هذا المستوى وبشكل منظم وممنهج أن تستفيد من كل خبرات المصريين، وبالفعل استفدنا من طاقات كبيرة جدا هنا في الكثير من المشروعات، عندنا شخصيات دولية على أعلى مستوى استفدنا بها الحقيقة منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة، وهو يعني جعل من هؤلاء الناس نواة لكل المشروعات التي يخطط لها ولكل الخطط المرسومة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر. مثل هذه المؤتمرات حقيقة، وإن كان هناك بعض الملاحظات أن الناس تريد بالفعل مشاركة أكبر، يعني الحقيقة كل يأتي بخبرته وأمواله يريد أن يستثمر. الآن لدينا إلى حد كبير بيئة استثمارية مواتية جدا. صحيح. مناخ استثماري جيد جدا، ترسانة قوانين أتصور أنها يمكن أن تعين أي باحث عن الاستثمار في الداخل المصري، لأنك إذا كنت تدعو رأس المال الأجنبي فالأولى أن تدعو رأس المال المصري، إذا كنت يعني تستعين بالخبرات الأجنبية الأولى أن تستعين بالخبرات المصرية. وفي هذا التناسق الكبير بين الشعب أو المواطنين المصريين المقيمين في الخارج وبين القيادة السياسية الموجودة على كافة المستويات وكافة الوزارات، أتصور أن هذه يعني أرضية جيدة جدا لأن نسهم في خطط التنمية التي تحتاجها مصر حتى نستطيع أن نقاوم كل هذا العدوان علينا وكل هذا التآمر علينا. برأيك كيف يمكن تحصين المجتمع المصري والداخل المصري من محاولات دايما تزييف الوعي وتغييب العقل زي ما بنقول في إطار حروب ما يسمى حروب الجيل الرابع والشائعات التي تستهدف كل جميل في هذا الوطن؟ اسمح لي. ومسؤولية مين؟ شوف، هي طبعا مسؤولية مشتركة، إنما دعني أقول وأركز وأعيد الإعلام بكل مفهوم الذي درسناه ونحن في ظلال جامعتنا المصرية العريقة جامعة القاهرة وفي رحاب كلية الإعلام
جامعة القاهرة في ثمانينيات القرن الماضي من خلال أساتذة. عندما دخلنا هذه الكلية كنا أول درس تعلمناه أن الإعلامي هو قائد الرأي في المجتمع. هذا أول درس تعلمناه في رحاب كلية الإعلام. يجب أن يعود الإعلام بهذه الصفة الوظيفية في المجتمع. سيدي لن تستطيع أن وبالمناسبة خلال دراسات وأبحاث كثيرة جدا على ماذا تعتمد هذه الشائعات؟ تعتمد على سلطة وهمية تكرس مجموعة من الضلالات على أنها حقائق. هذه الشائعة بمعناها البسيط جدا. كيف تحارب ذلك؟ بتحصين المجتمع تربويا ودينيا وأخلاقيا بغطاء إعلامي محترم من خلال قيادات رأي واعية تستطيع أن تنفذ هذه الخطط لتوعية الناس وتستطيع أن تكون مقنعة. لا يمكنني أبدا، يعني دعنا نؤكد ذلك مرارا وتكرارا، لا يمكن لأي إعلامي لا يحظى بالمصداقية أن يسهم في تنمية وعي الشعب. صحيح. لأنه الناس هتسمع له ليه؟ إنما في النهاية لابد القائم على الرسالة يكون شخص لديه الخبرة والمعرفة والعلم والوطنية والقدرة على إيصال الرسالة. طبعا. والاحترام والمصداقية، هذه أول صفة يجب أن يتحلى بها الإعلامي، ويجب أن يكون لديه مسؤولية وطنية حقيقية. المسألة مش سبوبة ومرتبات وأكل عيش، المسألة مهمة وطنية، زيك زي بالظبط الجندي المحترم والضابط المحترم الذي يدافع عن هذا الوطن. لا يقل الإعلام أبدا، الإعلام هو السلاح الرابع للدولة، عندك البر والبحر والجو والإعلام، هذه هي المنظومة. بدون ذلك صدقني لا وعي ولا تنمية ولا معركة ولا تجديد أي خطاب من الخطابات، لا خطاب ديني ولا خطاب دنياوي ولا أي خطاب من الخطابات بدون وعي إعلامي وقدرة فائقة على أن يعود الإعلامي قائد الرأي الأساسي في المجتمع. ويجب أن من يجلس على هذا المقعد الذي تجلس عليه حضرتك مثلك كرموزك مع احترامنا لكل الزملاء أن يكون بالفعل بقدر هذا المقعد. القعدة هنا مش مجاملة ولا القعدة زي ما قال الرئيس. في طب وماذا عن الإعلام البديل، ما يسمى بقى مواقع التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا، الديجيتال ماركتينج، الإعلام الفضائي، إعلام المواطن؟ كل واحد الآن عنده تليفون ذكي بيقدر الحقيقة يتواصل وبيبقى عنده منصة إعلامية، ده موضوع خطير. كيف برضو يعني كيف أيضا نضبط هذا الأمر ونحصن أبنائنا مما يحدث على مواقع التواصل؟ هذه وسائل موازية صدقني، رغم كل القوة التي يتمتع بها وسائل التواصل الاجتماعي وكل هذا الانتشار وكل هذا الارتباط، صدقني لو أن هناك إعلاما محترما سيكون المادة الأساسية لهذه الوسائل. مش يعني العكس، مش العكس. لأن الإعلام التقليدي الآن للأسف يعمل على شائعات السوشيال ميديا. يا سيد الفاضل، أنت دلوقتي معظم البرامج اللي بتفرج عليها كانت تنشر النهاردة، الفيسبوك النهاردة بيتكلم عن إيه، عن كذا، التويتر في تجربة، معقول الكلام ده؟ دي 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 منصات وفي جيوش إلكترونية مهمات تدمير كل جميل في هذا البلد، وإنها توجهك التوجه. صحيح. ده وخد أقول لك أنا نقطة بقى مهمة جدا خلال دراسة، تعلم أنني متخصص تحديدا في موضوع داعش. عندما بدأت الدراسة في هذا الموضوع هقول لك المعلومة الخطيرة جدا، أن كل من يجري تجنيده أو تقريبا نسبة 90% مما يجري تجنيدهم من مجتمعات أخرى غير مجتمعات تعطى العربية تعتمد على شيء يسمى السلطة الدينية الوهمية عبر هذا الجهاز وعبر الويب، أن أنت بتجيب له حد بيملى دماغه بأفكار بعيدة تماما عن الحقيقة. لو أنت عندك بقى سلطة دينية حقيقية تستطيع أن تملأ الرأس بالأفكار الحقيقية، لن تجد السلطة الدينية الوهمية أي مكان لها للدخول إلى ضمير وعقل وكيان هؤلاء الناس الذين يتحولون إلى مجرمين في يوم من الأيام ويتحدثون إلى قنابل تدمر مجتمعاتهم. وقس على ذلك كل شيء، لو أن لديك إعلاما شديد الاحترام يعي دوره أنه قائد رأي في المجتمع، صدقني سوف يصبح المادة الأساسية لكل وسائل التواصل الاجتماعي وتنتهي تلك الأسطورة. عايز ختام منك يحمل رسالة لل الشعب المصري وإلى المهتمين بالإعلام أستاذ محمود. الرسالة أن هناك الكثير من الجنود جاهزون ومدربون ويعون جيدا الدور الذي يلعبونه. ويا أيها الشعب المصري الجميل، حافظ على ترابطك. صحيح. ويا أيتها القيادة الراقية، أنت تعلمين قيمة شعبك وشعبك يعلم قيمتك. متى كان المصريون على قلب رجل واحد وفي تماسك وعزة ومنع زي ما بنقول، يبقى الوطن دائما متماسك وعصي وسوف يبقى. وعصي وسوف يبقى على كل
خائن وكاره لهذا الوطن. شكرك شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الكبير أستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والشكر لحضراتكم، نشوفكم يوم السبت المقبل بإذن الله لو كان في العمر بقية. إلى اللقاء.